أثبت الشباب السودانيون وجودهم في المشهد السياسي بقوة من خلال تفجير ثورتهم التي حققت أهدافهم بإسقاط النظام السابق. تعد الدعوة إلى الاصطفاف والوقوف حول برامج بناء الدولة بناء مؤسسيا يقوم على مبدأ احترام الدستور والقوانين المنظمة لمكوناته، بجانب لعب أدوار فاعلة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، تعد من الثوابت الأساسية للشباب وهم يقدمون مسارات النضال خلال ثورتهم المجيدة، فكانت جملة من المشاعر ربما تضيء الطريق للوصول إلى حكومة انتقالية قريبة. الشباب لهم دور كبير في هذه الثورة، ولهم رؤية كذلك من خلال استيعابهم المتكامل، من خلال تصورهم للحلول الجوهرية لقضية الوطن، أن يسهموا إسهام كبير ومباشر في إطار نقل البلد من حيث الإحباط، من حيث المشكلات الكبيرة، إلى التطبيع الشامل الذي يمكن أن يغطي كل جوانب الحياة. إسهامات الشباب التي تأتي من منطلق بناء السودان الجديد وقف فيها الشباب كثيرا ليرسموا مسارات تعزز من نسيج الوحدة والتكاتف لتقوية لحمة النسيج الاجتماعي بكامل مكوناته، لتطوير برامج عدة تترجم معنى الاستقرار السياسي للدولة، مما يسهم في دعم التفاوض. يفترض يتم وضع بنود أو استراتيجية تكون ذات دستور قومي تجمع عليه كل أبناء المجتمع السوداني بمختلف مكوناتهم الجغرافية، تياراتهم الدينية، مختلف الإثنية بتاعتهم. فالحاجة دي لو وضعت إن شاء الله هيكون السودان أو سودان جديد ناجح إن شاء الله. وتمتد جهود الشباب في العديد من المجالات المختلفة، ويظل التمسك بتنفيذ مطالب الثورة الشبابية بإزالة أوتاد الدولة العميقة وتفعيل المحاسبة وآليات العدالة برامج ذات شراكة ثورية ربما تحول المشهد إلى استحقاقات انتخابية حقيقية في مقبل الأيام. وأيضا كانت كل أفكار الشباب تدل على أنهم يعني ليست ميالون للخلاف، ليست ميالون للتباعد. شفنا كيف كان يردد الشباب كلنا دارفور، شفنا كيف يردد الشباب جيش واحد شعب واحد. هذه المعاني أكدت بلا شك أن الوطنية عند هؤلاء الشباب كبيرة جدا وعالية، وأن المستقبل يعني في السودان زاهر. ومن خلال رؤية استشرافية تشير القراءات إلى أن واقع الشباب اليوم الممزوجة بروح النضال والثورة قد يحرك الجمود بين العسكريين والسياسيين للانتقال نحو مشهد جديد تنتظره الجموع صباحا ومساء. رمضان عبد القادر لقناة طيبة، الخرطوم.